كثير منكم طلب ان نتكلم عن مسلسل دامر، اخطر مسلسل وثائقي نزل الى الان، وانا والله ما كنت بتكلم عنه لاني اشوفه مو للترشيح، بس دامكم سالتوني خليني اعطيكم رايي. نجي من ناحيه النقد الفني للعمل وايجابياته. المسلسل فاز من ناحيه التصوير والاداء الخرافي للممثل ايفان بيترز اللي حسسني انه هو الشخصيه الحقيقيه. ولما نتعمق في العمل فالمسلسل مبني على قصه واقعيه للسفاح جيفري دامر، وحشيه، تقزز، مثليه صريحه، واستعرضوا أدق التفاصيل في هذا المسلسل. يعني مو نفس زودياك أو بلاك بيرد أو غيرهم اللي تكلموا عن المجرم، لكن التركيز الأكبر على القضايا وكيف وصلوا لهذا المجرم. أما هذا المسلسل فكان يركز على منظور جيفري وكيف كان يفكر وإيش كان يسوي بالملي. بهذه الكيفية أنا ما ناسبني العمل، لأنه الأفلام والمسلسلات بالنسبة لي هي فن ورسالة للمشاهد، لكن هذا المسلسل ما فيه رسالة ولا فائدة ولا توعية، بالعكس كان يحمل أفكار سلبية وجرامية ومقززة قد تؤثر على المشاهدين كبار أو صغار. في النهاية ما أنصح أي أحد يتابعه، حتى لو تابعته صدقوني بتجيكم ضيقة وطاقة مو حلوة وبتشعروا بعدم ارتياح. ليش؟ لأن القصة كانت حقيقية وكل شيء كان حقيقي. سلام. Eat it.